نحن عندنا قناة إن شاء الله حتطلع اليوم في الليل، وحنعطوكم إن شاء الله قبل ما تروح اليوم بإذن الله حنعطوكم التردد، وحتطلعوا مباشرة وحتردوا علي وتقولوا لي يا كذاب في وسط عينا.
العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ولا عدوان على الظالمين. وبعد، متحدث خالد عبد الله أبو حليقة نائب رئيس المجلس المحلي الكفر. في هذا اليوم يوم 25/5/2012 ميلادي خرج أهل الكفرة السكان الليبيين من أهل الكفرة جميعا في وقفة احتجاجية ضد قرارات المجلس الوطني الانتقالي، القرارات الجائرة الصادرة على المجلس الوطني الانتقالي، وكذلك وقفة دعم للواء درع ليبيا حامي حمى الحدود الليبية وحامي منطقة الكفرة. الله أكبر. الليبيين في الكفرة جميعا من أول أيام الثورة يوم 23/2 بايعوا المجلس الوطني الانتقالي كممثل شرعي ووحيد لليبيا الحرة، إلا أنه تفاجأوا عندما كلف المجلس الوطني الانتقالي زعيم العصابات الشهدية الإجرامية التي عاثت في الكفرة فسادا المدعو عيسى عبد المجيد بتكليف الهجرة غير الشرعية والحدود، إلا أنه تحملنا وصبرنا من أجل إنجاح الثورة، ولكن بعد التحرير تفاجأنا الآن في الوقت الحالي بعد التحرير المجلس الوطني الانتقالي جميع قراراته الصادرة هي دعم لهذه العصابات الشادية، وآخر قرارات المجلس الوطني الانتقالي التي فاجأنا بها هي اعتماد ربيانا كمجلس محلي مستقل، وذلك ناتج عن أن كون المجلس الوطني الانتقالي انضم إليه العديد من الناس الغير وطنيين والغير شرفاء أصحاب الأجندة الجهوية والإقليمية والفئوية والعرقية، وللأسف أن هذا المجلس تحول من مجلس وطني انتقالي إلى مجلس لا وطني، نستطيع أن نطلق عليه مجلس لا وطني في الوقت الحالي. الله أكبر. ونحمد الله سبحانه وتعالى أنه انتقالي وأن يعجل بأخذه. والنقطة الثانية إن أهل الكفرة جميعا هم صامدون في أرضهم ومستعدون للدفاع عنها إلى آخر رجل منهم، ونحن تحملنا الكثير في سبيل ليبيا ومن قرارات المجلس الوطني الانتقالي، وشوه هذه القضية وحولها إلى قضية قبلية، وهي في الحقيقة قبلية حرب مع عصابات أجنبية، عصابات شهدية عاثت في البلاد فسادا، أحرقت المنازل وقتلت الأبرياء وسلبت ممتلكاتهم، وهو اعتداء خارجي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ولكن المجلس الوطني الانتقالي باع هذه القضية وأهمل مدينة الكفرة، أسمحت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. فتكلمنا كثيرا ولكن لم يسمع صوتنا أحد، ونحن أهل الكفرة نحد في ليبيا ثلاث دول هي مصر والسودان وتشاد، وبإذن الله قادرين على حمايتها، والكفرة توجد فيها كثير من الخيرات المياه والنفط، وإن المجلس الوطني الانتقالي إن لم يأخذ قرارات سريعة ومستعجلة بإلغاء تكليف المجلس المحلي ربيانا وتطهير الكفرة من هذه العصابات الشادية المجرمة، فإننا لدينا قرارات حاسمة سنتخذها في إقفال المياه. Thank you.